السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله حلقتنا عن عصافير. قلت أوريكم اللي أنا العصافير اللي أنا جبتها، ذكر بشوشة، بورنيطة، منتاية عادية أسطورية. عقبال لما أجيب منتاية طبعا واخده من صديقي العزيز، يعني قلت أوريهولكوا. وما شاء الله يعني كل شغال، وذكر محترم ومنتاية محترمة. وركبنا لهم العيش أبو درج أهو، اهو لسه ما دخلتش اتحضر فيه. طبعا كل ما العيش يبقى اوسع للعصافير طبعا بيبقى احلى. دلوقتي لسه هنجوزه اهو، النتايه كان بقى لها قد شهرين او ثلاثه من غير ذكر، لسه جبت لها الذكر ده امبارح. طبعا الفلل ممكن تتجوز الصالات العادي، لو الذكور الصالات العادي تتجوز الفلل العادي، كله سلاله واحده، بس هي تختلف طبعا الاشكال والالوان. طبعا تربيتهم سهله، مفيش اي مشكله، اكل وميه بردك، وتلاحظهم وبص عليهم بردك من وقت للتاني، بس اللي هم يشتغلوا بعضوا ناقصهم حاجه. واللي جنبهم ده بردك قص فيشر بجفن شغالين، غير الروز طبعا، الروز ما بقاش بجفن اللي حوالين العين الابيض ده اهو. طبعا ودول تربيتهم عامله زي دول، بس دول في يعني ايه حساسين شوية، بيخافوا جدا برضك لو تفتكروا، عامل زي اليوم البلدي. طبعا الاسترالي ساعة ما يتجوز ونتيجة تخش العيش وكده بيبيض من بيضة لحد 7 بيضات، وفي نوتي ما شاء الله عليها بيبيض لحد 9 بيضات. طبعا فترة التحضين بتاعتهم في البيض بتاخد من ساعة ما تخلص البيض، مثلا بيضة بيضتين 3 4 5 كده تبتدي ترقد عليهم. برضه في فصل الشتاء ما بتطولش، بتقعد 18 يوم 19 يوم بالكتير. فصل الشتاء زي ما احنا شايفين في الجو ده ممكن تقعد لها مثلا 20 21 22 لحد 25 يوم. طبعا لدرجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الجو بتختلف طبعا مع ايه، مع البيض طبعا. بترقد عليهم وبتطلع الزغليل طبعا، اكل عادي اللي هو الدنيبة والبلكم والفلارس، الاكل العادي يعني، ما بقاش نحط لهم مثلا زي مثلا البيض او البقسماط زي الكوكتيل او الفشة او الحاجات زي كده، لا دول بياكلوا ايه اكل عادي. طبعا هي ما شاء الله هي عايزه تتجوز اهي، كانت بقالها كتير، خدوا بعض على طول اهو، والله لسه هتطوم النهارده يعني، لو بعد عنهم شويه ممكن ايه يقصر عليه. اشوف لهم كده عصاية احطها لهم ونرجع لبعض. حطيت لهم عصاية بعرض القفص، لازم يا جماعة لما يجي يكسر عليها لازم يقف على حاجة ثابتة طبعا، ما ينفعش تحط في الجوز الشغال مرجيحة طبعا، ممكن يطلع بيض رايق، ممكن ما يعرفش يكسر عليها. دلوقتي ما شاء الله هم خدوا على بعض شوية، هتلاقيهم نزل وقف على الخشبة وبدأ ايه يلغي فيها وكده، وان شاء الله ايه بيض برضك ايه، ونتابع مع بعض. طبعا تربيتهم سهلة وجميلة ومفيش اي مشكلة فيها، ما فيش ابسط منها. وطبعا الاسترالي سريع الانتاج، مش زي الكوكتيل وزي الفشر، سريع جدا ما شاء الله عليه، يخلص وبيض. ممكن تلاقي الزغليل في البياضه وتلاقي بيض تاني والشغل. اهو رجعت ورا بس شويه وعملت زوم بحيث ان احنا ايه نشوفهم مع بعض. طبعا النتاية تيجي تسهل لك اللي هي بيض على طول وكده، ما تكون من غير ذكر بقالها كتير، والذكر برضك كان معاه نتاية وماتت، فاخدتها من صديقي وكده بحيث ان انا اخدها للنتاية دي، ما كنتش فاضي بصراحة انزل اجيب ذكورة، فاخدته واديته اهو، ان شاء الله ايه يتجوزوا ونشوف منهم انتاج. طبعا انا كنت حابب ان انا طبعا اجيب له نتاية بشوشه زيه وفله كده، بس قلت برضك ايه لحد ما افضل بس اجيب له اجوزه النتايج دي، ونبص برضك على الانتاج بتاعهم والشغل بتاعهم بحيث ان احنا ايه نشوف الجديد بتاعهم. طبعا الذكر ما شاء الله الوان مميزه اهو، زي ما هتكون شايفين اهو، اللبني والابيض، والنتايج برضك الليموني اهي.
عايز انزلهم بس على العصايه. انا مش عايز احط العصايه في الدور اللي فوقيه الخط العرض بتاع السلك اللي فوقيه، عشان بحيث هو لو كسرها ظهره او جناحه ما يشبكش في القفص من فوق. لازم ناخد برضك من الايه مبلل من الحته دي، يعني هنا محطوطه اهي، بحيث اللي هو ايه في فراغ لحد القفص فوق. لو انا بقى حطيت العصايه دي هنا، الفرق بين دي وبين دي صغير، فما يجي يكسر عليها ممكن جناحه يخبط فوق او هو يخبط فوق كده يعني. طبعا قص الفشر دول شباب، والدة كنا جايبينها من عندنا مطلعة عندنا لسه شباب. ده اخضر ابو احمر، بس لسه طبعا لسه صغيرين، ان شاء الله برضك هنقعد نتابع مع الفيديوهات بتاعتهم والصور بتاعتهم لحد ما ان شاء الله بامر الله يكبروا كده ونجيب لهم عيش وشباب. طبعا ان شاء الله هنطلع برضك كوكتيل العين الفاضية دي، هنظبط له المكان ونبتدي ايه نكتر فيديوهنا ده بقى على العصافير شوية وكده، وربنا يسهل ايه نظبط الدنيا. في اي سؤال في اي حاجة تقولي في تعليق، طبعا اي استفسار اي حاجة عن الاسترال، اي حاجة عن الروز او الفيشر، اي حاجة عن الكوكتيل، اي حاجة عن اليمام، اي حاجة عن الحمام تقولي في تعليق برضك، ونتواصل مع بعض مفيش اي مشكلة فيه. طبعا هما لسه خايفين اهم، بس ان شاء الله بامر الله يعني مش هيطولوا في الشغل، وان شاء الله يبيضوا مع بعض اهو في اول فيديو ليهم اهو، وهنتابع مع بعض وان شاء الله مش هيتاخروا، بحيث ان هم ايه ينزلوا وتظبط العيش. وانا جايب لها عيش ما شاء الله كبير، بحيث ان هي ايه ابو درج، بحيث ان الزغليل طبعا ما تتعجنش في بعض. طبعا العجينه دي في الزغليل بتبقى في الشتاء في الصيف، لكن الشتاء طبعا بتاعت الانتاج بتاعت كل حاجه هتلاقي احلى زغليل واحلى شغل ان شاء الله بامر الله. الفيشر برضك حياته طبعا عامل زي الاسترالي وزي كوكتيل عادية، بس هو ايه جبان شوية وبيتوتي شوية، وما تيجي تحط له عيش بتحس ان انت معلق القفص فاضي على طول، قاعد في حياته كلها العيش من جوه. فطبعا هي دي حياة الفيشر ذات نفسها او الروز، يبقى مبيت على طول في العيش بتاعه، ممكن يخرج ياكل ويشرب وبعد كده ايه يخرج تاني على طول. طبعا برضك الدورة بتاعته مفيش اي مشكلة فيها، اول ما يبتدي الشغل بتاعه ويوقع ريش جناحه يبتدي بقى يشتغل. برضك نفس الوصول بالظبط، بيبيب برضك لحد 5 بيضات او 7 بيضات مش اكتر من كده، وعلى حسب التغذية بتاعته وعلى حسب الكالسيوم برضك بتاعه. ما بيطولش برضك في الصيف برضك 18 ل 19 يوم، في الشتاء ممكن يقعد لحد 25 يوم برضك الجو كده، وبرضك زغلوله حلوة وانتاجه حلو، بس لو انتاج طريقة الوقت بيطلع عند ناس كتير بيقدر رايق فيها ده، بس بيبقى ايه مثلا ممكن ما يكونش في مشكلة فيهم، بس زي ما تقول خوف النتامة ما بتقبلش، الدكر بيروق كتير. هو الروز مشكلته في كده في تربيته، اللي هو في شغله بيبقى البيض بيبقى اكترته بيبقى رايق. طبعا بيبقى عيش برضك، في ناس تحط نشارة وناس تحط كلينة اللي بينجدوا بيها، ناس تحط مثلا قش، ناس تحط تبن، ناس تحط برسيم ناشف او ضروة ناشفة، كل الحاجات دي ممكن يحطوا برضك الجرجير او الحاجة دي في رابطة بتاعت النخيل، العصيان والورق بتاع النخيل ده تاخده تنسره كده المربوط بالجرجير والبقدونس والحاجات دي، تبتدي تنسره وتنشفه وترموه لهم برضه، ده بيحبوه جدا وده افضل ليهم يعني. تقطع لهم العيش املهم له لحد الاخر، هما بيخشوا يعملوا مجرى كده ويظبطوه لحد ما يقعدوا فيه. طبعا في فيديوهات تانية اكتر وهنتكلم اكتر، لو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.